وصلنا لاخر فقرات برنامجنا كالمعتاد فقره سهم وقوس. وما نعرفش يا جماعه دايما كده نعيش من غير ما نستخدم خيالنا. الخيال عاده بيصنع المتعه، والمتعه طبعا ما بتجيش غير لما بيكون صاحبها شخص صاحب فكر وصاحب موهبه، ويقدر ان هو يبهر اللي حواليه بالموهبه اللي عنده دي. الحقيقه ان فن كتابه الروايه بكل ما تحمله من استخدام بقى للخيال في كتابته، من استمتاع كمان في قرايتها، بتنطبق عليها 100% كل الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده. بيسعدني النهارده يكون معايا في نهارك ابيض واحد بقى من الشباب الروائيين اللي حققوا نجاح كبير جدا على الساحه في الفتره الاخيره، وقدر ان هو يوصل بكتاباته ويوصل كمان برواياته لهدفها المميزه لقطاع كبير من الناس. هيكون معايا النهارده الروائي الشاب عبد الرحمن حجاج، زميلي وعشره عمري. ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ فرحان جدا انا معاكي النهارده والله. انا كمان مبسوطه جدا جدا بيك النهارده. الحمد لله. عايز اسالك بقى البدايه، احكي لي بقى عن البدايه. يعني انا عارف البدايه جت ازاي، بس محتاجين بقى نعرف الناس البدايه جت ازاي. اوكي، بصي انا بكتب من زمان قوي، يعني يمكن بكتب من وانا صغير كمان، بس ما كنتش عارف اللي انا بكتبه ده ايه، يعني هل ده روايه ولا قصه قصيره ولا شعر ولا عارفه، يعني انا مجرد شويه شخبطه كده، لحد ما لقيت مع الوقت ان لا ده بيتحول لحاجه بجد. فما جرب اكتب روايه ولقيت الموضوع فجاه، يعني كنت بتكتب في الاول خواطر او افكار او حاجات بسيطه كده في الاول؟ بالظبط، زي خواطر يوميه بتحصل معايا، ايه اللي بيحصل في يومي بس بطريقه شويه ادبيه. بس طبعا يعني كنت صغير شويه، فيعني الموضوع ما كانش، يعني انت بدات، يعني انت اول مره بدات بقى فيها الحاجات دي ككتابه عامه؟ ككتابه عامه انت بدات تكتشف الموضوع ده؟ اعتقد من وانا في ابتدائي كمان، يعني الموضوع بدا من زمان قوي يعني. بس هو بدأ بقى بروفيشنال بعد، يعني لما كبرت شوية. امتى بقى الموضوع بقى بروفيشنال أو بقى احترافي؟ يعني امتى بدأت بقى يعني مسيرتك الاحترافية في الموضوع؟ أعتقد مثلا من 7 سنين فاتوا، قلت لا خلاص بقى أنا لازم أقعد أكتب بقى رواية، إن الموضوع لازم يتحول لشكل أدبي شكله مظبوط يعني. امتى إيه أول رواية كتبتها يا حجاج؟ أول رواية خالص كانت رواية حنين اضطراري، ونزلت في 2016. طب إحساسك إيه بقى وأنت يعني أول رواية ليك بتكتبها؟ واول مره هتنزل روايه، احساسك ايه؟ وكنت خايف قد ايه من رد فعل الناس؟ هيشوفوني كاتب كويس ولا لا؟ هيحبوا الروايه ولا لا؟ كان احساسك ايه؟ بصي، اول روايه ما كانش في حد لسه يعرفني طبعا، يعني فانا كان بالنسبه لي انا رايح معرض الكتاب وحاسس ان انا هلاقي بقى الجماهير مستنياني بره. بس طبعا ما كانش في غير شويه ناس من صحابي اللي هم عارفين انا بحب الكتابه. فوقتها ما كنتش حاطط قوي يعني قلق من فكره ان في جمهور وكده. بس مع الوقت الموضوع بدات احس ان لا في مسؤوليه. يعني كان في حد بيشجعك على فكره الكتابه؟ يعني اول حد شجعك او اكتر حد شجعك على فكره ان انت تكتب وان انت تبدا تنزل روايه كان مين؟ اهلي واصحابي. يعني انا من زمان متعود انا ومامتي نروح نجيب كتب، يعني في الوقت اللي كان فيه الاطفال بيروحوا يجيبوا فيه لعب، انا كنت لا بروح اشبط في الكتب. كنت يعني بتروح معرض الكتاب زمان؟ كانت رحله جميله جدا جدا. يعني كنت لسه بقول في الانترو انه زمان كنا بنروح معرض الكتاب وكنا بنبقى متحمسين جدا حتى واحنا اطفال صغيرين ان احنا نشتري حاجات حتى على قد سننا. صح. وكنت بشوف في اقبال كبير جدا. لسه في الاقبال ده على معرض الكتاب؟ يعني بصراحه انا عن نفسي بقالي كتير ما روحتش. لسه في اقبال على معرض الكتاب ولا لا؟ جدا. يعني في فتره كده معينه كان من كام سنه كان الموضوع قل شويه. بس لا، الناس اللي بتحب القرايه دلوقتي بقى اكتر بكتير من الاول. يعني دلوقتي في لسه اصل فكره برضو ان دلوقتي ما بقاش زي الاول ان انت لازم يبقى عندك كتاب مطبوع عشان تقرا الروايه. بقى دلوقتي الناس بتستسهل انه بدل ما اشيل كتاب ممكن انسى الروايه في البيت، ممكن ابقى على الموبايل. في ابلكيشنز بتبقى على الموبايل او حتى انزلها من على النت يعني واقراها في الموبايل. بالزبط. اسهل. الناس بتستسهلها. في ناس بتستسهلها بس في ناس بيحبوا طبعا، ناس بتحب الورق. الورق، لمسه الورق، ريحته، ريحه الورق. بالزبط. احساس الكتاب ملوش بديل بصراحه. يعني مهما في حاجات في التكنولوجي متطوره، لكن احساس الملمس الورق وانك ماسكه كتاب في ايدك كده وبتتني الورق وتعلمي على جمل عجباكي ملهاش بديل. بس في ناس يعني برضو خلينا نقول في ناس مش بتهتم قوي بالحته دي. في ناس عمليه اكتر، اللي هو انا عايزه اقرا الروايه وعايزه انزل يعني وانا نازله في وانا راكبه العربيه مثلا. بنسمعوها كمان دلوقتي في اوديو بوكس. بالظبط. في حاجات في ابلكيشنز بتبقى بتقرا لك الروايه. بالزبط. او الكتاب. مظبوط. طب ممكن يعني تغلبوا على المشكله دي ازاي؟ لان انا عارفه انه لا، المفروض انه انت بتكتب الكتاب عشان يكون في نسخ منه كتير بتتباع ويحقق. بالزبط. نسبه مبيعات عاليه. فبتتغلب او الروائيين اللي في سنك بيتغلبوا ازاي على المشكله دي؟ يعني مين ان انت تعملي دعايه كويسه لكتابك وتعملي فكره جديده فتخلي
اللي بيقرا وبيحب القرايه يبقى متحمس ان هو يمسك كتاب يقراه، مش مجرد ان انا هسمعه كاوديو بوك او اقراه حتى كده على الموبايل كحاجه سريعه، لا انت لما تعملي فكره مختلفه وتشد القارئ بيبقى هو عنده الباشن ان هو عايز يمسك كتاب يقعد يقراه. شكل الكتاب بيفرق، يعني الكفر بتاع الكتاب طبعا. والحاجات اللي يعني موجوده على الكفر، ديزاين اللي موجود على الكفر وشكل الكتاب نفسه طبعا. بيفرق مع ان انا حابه ان الكتاب ده يكون موجود عندي في المكتبه بتاعتي. زي السينما بالظبط، الافلام لما تلاقي البوستر الفيلم حلو واسم الفيلم يشدك حتى لو انت ما تعرفيش ايه محتوى الفيلم هتبقى عايزه تشوفيه. نفس الموضوع بيطبق على الروايات برضه. انت عملت كذا روايه كانت ناجحه جدا وكانت موجوده في البست سيلرز، عملت روايه اللي هي كوابيس قبل النوم، عملت منها جزء اول وجزء تاني مظبوط. كلمنا عن يعني عن الروايات دي، احكي لي عنها باختصار كده فكره الروايه. كوابيس قبل النوم هي رواية نفسية رومانسية فيها جريمة، هي ميكس كده ما بين كذا حاجة. مش رعب؟ يعني الناس فاهمها ان هي رعب بس هي لا، هي مش رعب يا جماعة، يعني هي مش رعب، هي شكلها رعب يعني الكوفر والاسم يدوك ايحاء ان هم رعب، لا مصممة مش رعب، يعني حاجة يعني سايكولوجيكال اكتر بالظبط. تمام. البطل بتاع الرواية دكتور نفسي، فجأة بيلاقي نفسه في حواديت كتير ليها علاقة بالمرضى بتوعه وحياته الشخصية، وبتلاقي كل الحاجات دي اختلطت ببعض وهي الموضوع كده معقد شوية يعني. ليها جزء اول وجزء تاني مظبوط. طيب عايزاك تقولي برضو انت ايه اكتر رواية قريبة لقلبك؟ انت عندك كذا، عندك كذا رواية، عندك حنين اضطراري، كوابيس قبل النوم، في كذا رواية تانية بالزبط. فكرني بأسمائهم زي كل سنة. وفي آدم وكوابيس قبل النوم واحد واثنين، وفي بقى الرواية اللي هي لسه هتنزل المعارض اللي جاي. لا دي هنتكلم عنها بس استناني بس دلوقتي دي. قولي طيب قولي ايه اكتر رواية في اللي انت كتبتهم اقرب حاجة لقلبك؟ احنا طبعا دلوقتي شايفين دي الروايات بتاعتك معروضين. قبل النوم في فيرجن. طيب قولي بقى اقرب بقى رواية في دول لقلبك. اقرب روايه لقلبي كانت زي كل سنه اللي هي الروايه الثالثه، عشان اعتقد دي كانت البدايه الحقيقيه بالنسبه لي. يعني اول روايتين كان لسه برضو البدايه اللي هو بحاول الناس يا جماعه في حد اسمه عبد الرحمن حجاج بيكتب، بس الانطلاقه الحقيقيه كانت من خلال زي كل سنه، فبحس ان هي قريبه من قلبي قوي. دي اقرب حاجه لقلبك. طيب ايه اكتر روايه حققت نجاح؟ كوابيس قبل النوم. دي اكتر واحده يمكن الناس بتحب شويه الحاجات النفسيه السسبنس دي صح. بتفرق مع الناس جدا صح، الناس عايزه تعرف ايه اللي جوه، ايه الموضوع. طب قول لي احساسك دلوقتي وانت بقى عندك خلاص كذا روايه وفي حاجات منهم طبعا يعني محققه نجاح كبير، لما بتفتكر كده اول روايه كتبتها اللي انت قلتيها حنين اضطراري صح، ساعات الناس لما مثلا بتشوف شغلها القديم في اي مجال بيبقوا لا مش راضيين عنه، مش عاجبهم، مخبي ومش عايز تشوفه، مش عايز تتكلم عنه. حاسس بده في حنين اضطراري ولا لا؟ مش بصي انا بشوفها بطريقه تانية، بشوفها ان انا بدات من حته معينه ووصلت لحته ان في تطور بيحصل، فمش ببقى مكسوف منه على قد ما انا بقيت احس ان انا لا انا وصلت لحاجه معينه. هي دي اللي بنتكلم عنها، دي حنين اضطراري. طيب ده الكفر. قولي فكره الروايه كانت هي الروايه كانت ميكس ما بين قصه رومانسيه وجريمه قتل. تحب انت ايه؟ انت عندك لازم في ميكس وبرده الثانيه قلت لي جريمه قتل وحاجه رومانسيه، جريمه وسايكولوجيكال ورومانسيه، فيعني بحب دايما ما يبقاش الروايه فيها جونرا واحده، لا بحب الموضوع يبقى فيه في كذا حاجه بالظبط. طيب قولي ايه اكتر حاجه بحاسس ان هي الناس بتحبها او بتستهوي القارئ ان هو يقراها؟ ايه اكتر يعني تايب معين الناس بتحبه؟ اعتقد يعني الجيل الجديد بيحب قوي الادب الرعب جدا، والاول قصص الحب يعني يا ده اما الحاجات الثانيه بيبقى ليها جمهورها، يعني الحاجات النفسيه او الحاجات الاجتماعيه بيبقى ليها جمهور معين بيحبها، بس اكبر طبعا شريحه هي الرعب. بتفكر يعني تكتب حاجه رعب؟ مش عارف، بس انا بحب اكتب رعب بس قصص قصيره، يعني حاجات كده على الفيسبوك مثلا. مش بتحس ان الرعب صعب شويه ان انت تقدر توصل الخوف لقلب اللي بيقرا؟ طبعاً فكره انه يعني انك تعتمد بس على الكتابه وخيال القارئ في ان انت تخوفه او ان انت توصله ان هو يكون بيقرا حاجه مرعبه وفعلا حاسس ان هو جواها بالظبط، مش حاجه صعبه جدا؟ طبعا جدا، يعني مش سهل ان انت تكتب روايه صعبه رعب. جدا، بس يعني يمكن يمكن تجي لك فكره وتكتب في يوم من الايام رعب بالزبط. طيب قولي مين، اكيد كل واحد بيبقى عنده مثل اعلى او عنده رول موديل كده في حياته او عنده حد حابب ان هو يشوف نفسه في يوم من الايام زيه، مين الرول موديل في حياه عبد الرحمن يعني حجاج؟ هو طبعا استاذ نجيب محفوظ هو رول موديل لاي كاتب أكيد. بيحب الكتابه، عشان هو ما فيش حد جه زيه ولا حد هيجي زيه، ويعني يا ريت الواحد يبقى يعني ربع استاذ نجيب محفوظ في يوم من الايام. اسطوره يعني. اسطوره عظيمه جدا طبعا، هو ملهم لكل الاجيال أكيد. يعني في الكتابه. طب قول لي ايه اكتر حاجه تحبها لنجيب محفوظ؟
بحب جدا اولاد حارتنا. من الروايات اللي كانت مليانه معلومات وكان فيها تفاصيل كتير، واعتقد هي الروايه اللي كسب عليها جائزه نوبل يعني. يعني روايه جامده جدا بصراحه، يعني حصل عليها يعني جدل كتير جدل جدا، كتير جدا، بس الروايه بس جميله جدا. ما ينكرش ان هو عظيم بصراحه، ان هو اسطوره. طيب انت شايف انه ايه هي مميزات الكاتب الناجح؟ ايه المفروض ان هو يكون متوفر فيا؟ ايه مثلا في دلوقتي شباب كتير ممكن تكون عندها زي ما انت قلت فكره ان هم بيكتبوا خواطر، بيكتبوا افكارهم، بيكتبوا حاجات بسيطه كده صغيره، بس هو مش عارف انا ممكن ازاي ابقى كاتب ناجح ويبقى عندي كتب. ايه المميزات اللي ممكن تكون عند الكاتب عشان يقدر ان هو يكون كاتب ناجح؟ بصي، اعتقد ان اهم حاجه ان هو ما يبقاش باصص ان انا عايز اكتب عشان ابقى مشهور مثلا او ابقى غني يعني. يعني مش دي كويس حاجة. انك برضو رحت الحته دي عشان دي برضو حته عايزين نتكلم فيها، فكمل كلامك وبعد كده نتكلم في الحته. يعني المفروض يبقى عنده شغف ان هو بيحب ده، يعني مش بيعمل ده عشان يمشي مع ترند مثلا، او عشان يبقى عنده واحد يعرفه صاحبه كاتب، او يعرف شايف كاتب شايفه بالنسبه له حاجه كبيره فانا عايز ابقى زيه. لا، هو لازم يكون اصلا عنده جواه باشن، هو بيحب الكتاب من البدايه خالص يعني، وبعدين كل حاجه تيجي بعد كده يعني. طيب انت قلت فعلا دلوقتي انه في ناس بتاخد الموضوع من ناحيه الشهره. بالظبط. انا كاتب، انا عندي روايه، انا عندي كتاب منزله، في الاخر تلاقي يعني اي كلام بيبقى بيحصل كتير مكتوب. جدا. ففي حاجه ممكن يعني يبقى في معايير او ستاندردز او حاجه ممكن ان احنا يعني نحكم بيها الموضوع شويه، انه ما يبقاش اي حد بيكتب، ولا لا زي ما ملهاش بصي، هو الفكره دلوقتي ان بقى في دور نشر كتير جدا جدا. طبعا الاسامي الكبيره معروفه ومش سهل ان اي حد يبقى معاهم، ولكن بقى في دور نشر اللي هي بتفتح كده فجاه، تلاقي اي دور نشر فتحت وبتنشر لناس ما تعرفش هم مين. بس من الاخر الناس اللي بيقروا فاهمين، فحتى لو في حد ظهر مره واحده وبقى ترند مره واحده، بس فالجمهور واعي، فالجمهور هو اللي زي ما طلعه فجاه هو اللي هيخليه يختفي مره واحده يعني. في شويه صور معانا دلوقتي على الشاشه، دي صورتك مع ده كوابيس قبل النوم تقريبا، او معرض الكتاب اللي هو فات. الصوره بعيد بس ده كوابيس قبل النوم، انا عارفه الكفر بتاعه. دي كان في المعرض اللي فات اول لما نزلت الكتاب. بالظبط. طيب رد فعل الناس على الكتاب كان ايه، وهل كنت متوقعه ولا لا؟ انا بعد ما خلصت الكوابيس قبل النوم واحد، معظم الناس اللي قروه قالوا لي ما تعمل جزء تاني، ما تبقاش بخيل، نزل جزء تاني. الناس حبته لدرجه ان هي عايزه اشوف منه جزء وكانت تاني. كانت النهايه بتاعته كانت شويه مفتوحه، ما كانش في نهايه يعني. فاللي هو طب ايه الغلاسه بتاعتك دي، ما تخلي الروايه ليها نهايه. فاضطريت ان انا اعمل جزء تاني، والفيدباك اللي جالي كان الحمد لله يعني كان مرضي بشكل كبير جدا. ايه، انا متحمسه جدا ان انا اقرا كوابيس قبل النوم، انت بعتهم لي. بس الكتب زحمه كلها. الشغل يعني، ما تزعلش مني، زحمه الشغل والله. رأيك بس هقرا كوابيس قبل النوم ما دام انت قلت لي انهم كسر الدنيا كده، هقراه وهقرا الجزء التاني كمان بتاعه بقى قبل الروايه الجديده. ماشي، اتفقنا؟ عشان بقى عايزه اعرف بقى تفاصيل، بس مخليه تفاصيل كده لاخر الحلقه. طيب قول لي دلوقتي زي ما احنا كنا بنتكلم انه انا دي ده هيدي كرم. دي هيدي كرم. دي هيدي كرم. معاها رواية آخر أيام آدم. معاها آخر أيام آدم. طيب قول لي أنت هيدي كرم، أنت اشتغلت معاها قبل كده كمان في حاجات بره يعني. عملنا برنامج أونلاين، كنت أنا اللي بكتب السكريبت بتاعه، كان اسمه كراكيب، كان برنامج أونلاين. ووقتها يعني كنا يعني 24 ساعة مع بعض يعني. فهي كانت حابة قوي إن هي تقرا اللي أنا كاتبه يعني. وهي شخصية سبورتيف جدا يعني، دايما لما بنزل أي رواية بتبارك لي وتبعت لي يعني. هي جميلة جدا. هي شخصية جميلة يعني. طبعا تحياتنا للفنانة والإعلامية الجميلة هيدي كرم. طيب قول لي هتعملوا حاجة تاني مع بعض قريب؟ والله يعني يا رب ادعي. انت كمان في حلقه او في مسلسل اللي هي حلقات بتاعت المسلسلات اللي هي الجديده اللي نازله دي، انت عملت حاجه او كتبت حاجه؟ انا فاكره كان هو برنامج اونلاين بنستضيف فيه الممثلين اللي بينزلوا حاجات جديده. هي جريده اونلاين اسمها بس في مصر، بنعمل انترفيوز مع الشخصيات اللي لسه عامله حاجات جديده يعني، حاجات اكسكلوسيف ماتيريال يعني. طيب حلو الموضوع ده، هتكمل فيه ولا لا؟ يعني ان شاء الله. انت من دلوقتي مشغول بالروايه اكتر حاجه بصراحه. طيب قولي دلوقتي كنا بنتكلم عن فكره انه في ناس عندها الموهبه او حاسين ان هم حابين يكتبوا بس مش عارفين ممكن نكتب ازاي بشكل احترافي. في مدارس او في ورش او في حاجه للكتابه بتعلم الناس دي ازاي ممكن يكتبوا بشكل يعني روايه بشكل احترافي؟ طبعا في ورش كتير جدا. انا شخصيا بعمل ورشه كتابه. عامل ورشه كتابه. ولكن هي الورشه مش بتعلمك تكتبي، بس هي بتحطك على الطريق صح، بتديكي البيزكس بتاعت كتابه الروايه. يعني هي روايه اصلا بتبقى موهبه، يعني هي 50% منها موهبه. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بيحصل انك بتعرفي اعمل ايه وما اعملش ايه، فبتبقي خلاص عارفه
تفاصيل كتابه الروايه اكتر ما هي اتعلم يعني اكتب روايه يعني. طب قولي ايه اللي بتعلمه للناس في الورشه بتاعتك يعني، او ايه اللي المفروض الواحد لما بيروح ورشه كتابه عامه ايه اللي ممكن يتعلمه من هناك؟ يعرف ازاي غير الموهبه، الموهبه لازم تكون موجوده طبعا، دي لكن دي ما ينفعش انا ما عنديش موهبه والورشه مش هتساعدني مش هتبقى مفيده باي شكل يعني. فكره الروايه ازاي اجيب فكره الروايه، الالهام بيجي منين، ازاي ابني شخصيات الروايه، السرد المفروض يعمل ازاي، الحبكه بتاعت الروايه تبقى عامله ازاي، لما يبقى عندي مايند بلوك ومش عارف اكتب اعمل ايه. يعني هي مينلي بوينتس بتخليكي بعد ما تخلصي الورشه انا جاهز ان انا اكتب الروايه بتاعتي. طب لما يبقى عندك مايند بلوك ومفيش فكره روايه، او انت بتكتب روايه ومش قادر ان انت توصل للنهايه بتاعتها، او مش قادر ان انت تكمل بقيه احداثها، بتعمل ايه؟ في حاجات كتير قوي ممكن تسمعي مزيكا، تبعدي خالص عن اللي انت بتكتبيه فتره وتبداي تشوفي حياتك، تنزلي تخرجي تقابلي صحابك، يعني ما تشيليش هم ان انت عندك كتاب لازم يخلص، هو كده كده هيخلص بس مش لازم تبقي قاعده اللي هو ايه انا لازم، يعني هو مش امتحان، فتاخدي الموضوع بسلاسه شويه. طب انت بتحب اكتر ان انت تنزل مع الناس ويمكن حد منهم ينسباير يو او يديلك يعني تستوحى منه حاجه او يلهمك بحاجه، ولا انت بتحب من الناس؟ في ناس بتحب كده تبعد وتروح في حته فيها صحراء او حته فيها طبيعه ويقعدوا لوحدهم ويقفلوا على نفسهم ويسيبوا كل حاجه والموبايلات، لا بقى نقفل الموبايلات والتلفزيون وكل الحاجات دي، في ناس بتعمل كده فعلا. صح؟ جدا كتير. بس لا انا بحب ابقى وسط الناس عشان ممكن حاجه تحصل فجاه تلهمني، يعني ممكن ابقى قاعد مع انجي دلوقتي واجيب فكره روايه يحصل موقف عن مذيعه، يحصل حاجه، فاهم قصدي؟ يعني كل تفصيله تحصل في حياتك حلو الموضوع ده، هي فكره. حلو الموضوع ده، هعمل ده ان شاء الله. الفكره الجايه عن انجي المذيعه عني يا جماعه. بص انت قلت خلاص اهو. خلاص ديل. يعني انت بتحب تستوحى يعني او تقعد مع ناس يمكن تطلع منهم بموقف او تطلع منهم بحاجه يحل لك حاجه؟ الحكاوي بتاعت الناس عامه بتفتح جوه دماغك مناطق انت مش عارفه ان هي موجوده. الشخصيات اللي انت بتقابليها كل يوم بتخليكي تجات انسبايرد من كل المقاييس يعني. ما فكرتش تكتب كتاب او روايه فيه قصص قصيره جوه او فيه حكايات يعني قصيره كده، اللي هي عارف الحاجات اللي هي بتبقى لطيفه جدا؟ انا الناس اللي بتحب الحاجات دي، يبقى كتاب فيه كذا قصه او كذا حاجه كده، ولا بص انا بعمل ده، بس بعمل ده على السوشيال ميديا اكتر. يعني بنزل قصص قصيره على السوشيال ميديا ويمكن في يوم اجمع كل القصص دي مره واحده كده وانزلهم في كتاب، يعني ممكن اعمل ده في يوم من الايام مش عارف. فكر يعني. معرفش فكر في الفكره دي، جاتلي في دماغي دلوقتي فقلت اما اقولها لك. طيب قولي انت اشتغلت شويه مخرج او مصور؟ بالظبط مظبوط. مصور دي يعني صورتني قبل كده؟ حصل عملت ده وقت الجامعه اكتر وقت يعني، وده ساعدني جدا جدا في انك تتخيلي. يعني التصوير بالذات بيخليكي وانت بتكتبي مشهد في روايتك او في قصتك تشوفيها، فبالتالي ده بينعكس على القارئ. القارئ لما يحس ان الكاتب مديله ديتيلز كتير قوي في المكتوب في المحتوى هيحس ان هو عايش جوه القصه، فده ساعدني جدا جدا في الكتابه بصراحه. شايف انه ده احسن ان انت تعمل كذا حاجه مع بعض، ولا شايف انه لا انت محتاج انك تركز في حاجه واحده بس، ولا الحاجات دي بتساعد يعني بتساعدك في ان انت تلاقي افكار اكتر؟ بصي هو كل حاجه بتعمليها طالما في الاخر هي سيركل واحده فهي بتساعد، فاهم قصدي؟ يعني مش هينفعش ابقى دكتور مثلا وفي نفس الوقت اروح اكتب يعني، فاهم قصدي؟ الموضوع هيبقى مشتت. بس طالما كله في اطار فني يبقى الموضوع، لا الموضوع بيبقى. انا عارفه ان انت كمان اللي بتعمل بتصور الكفرز بتاعت الروايات بتاعتك وبتعمل الديزاين بتاعها يعني والفيديوز حتى بتاعت البروموز الروايات، تعمل تريلرز كده صغيره او حاجات صغيره. وفي ناس طبعا صحابي بيساعدوني في الموضوع ساعات، بس يعني انا بحب جدا ان انا ابقى انفولفد في كل التفاصيل دي. يعني انت بتكتب الروايه وبتعمل الديزاين بتاع الكفر بتاعها وبتصور كمان لو في تصوير بتصوره، ببقى عايش في البروسيس لحد اخرها. كل مش بحب ان انا اخلص روايه اقول خلاص يا جماعه انا شلت ايدي، لا ببقى مكمل مع الناس او التيم لحد اخر، لحد ما الكتاب يبقى موجود على في المكتبات يعني. بعد كده حتى لو بقيت انجح من كده بكتير برضه هتفضل تعمل كل حاجه بايدك، ولا لا ممكن ساعتها تستعين بقى بحد يساعدك في حاجه كده زي كده؟ كده في ناس بتساعد طبعا، ولكن انا بحب ان انا انفولف في كل حاجه، بحس ان عارفه اللي هو تحس ان ده البيبي بتاعي كده، عايزه تطمني عليه لحد ما يبدا يكبر ويبدا يمشي على رجليه، مش عايزه تسيبيه في نص الطريق وتقولي له باي باي. طيب خليني اسالك، نفسك روايه من رواياتك الموجوده دلوقتي او اللي لسه هتعملهم يتعملوا فيلم؟ مين ما نفسوش طبعا. طب شايف في حاجه ممكن تتعمل فيلم في اللي انت كتبته ولا لا لسه؟ يعني كوابيس قبل النوم، يعني لو في مخرج بيتفرج علينا دلوقتي يعملها دلوقتي، هي جاهزه. مين؟ طب قولي مين لو انت خلاص هتعمل كوابيس قبل النوم و
قولي مين اللي بتتمنى ان هو يعمل يكون مخرج الفيلم ده او مخرج الرواية دي، ومين الابطال اللي ممكن يعني تحب ان انت تشوفهم يكونوا شايفهم ابطال للرواية بتاعتك؟ لو مخرجين طبعا اتمنى يبقى حد زي مروان حامد طبعا او كريم شناوي، الاثنين دول بالنسبه لي بحب قوي. مروان حامد ومين؟ وكريم شناوي. وكريم شناوي اللي اخرج خلي بالك من زيزي السنه اللي فاتت بتاع امينه خليل، انا بحب طريقتهم في الاخراج قوي، بحب ستايلهم في الاخراج. وطبعا ممثلين نفسي مثلا حد زي محمد ممدوح، محمد فراج، محمد ممدوح عبقري، جبارين عبقري بجد، جبارين. طيب يعني لا قول لي، مش بتكلم على عامة، انا بتكلم على الرواية دي، شايف مين ابطالها يعني؟ قول لي قول لي بالاسامي كده، شايف الشخصية دي بطلها كذا والشخصية دي بطلها كذا وكده، متفصلة على مين؟ يعني اعتقد كويسة بالنوم، لا ممكن اعتقد يونس بطلها يبقى مثلا حد زي محمد فراج، هو شبه الشخصية قوي، واعتقد ان هو هيحب يعمل حاجة زي دي، شخصية الطبيب النفسي اللي عنده اصلا هو امراض نفسيه، في نفس الوقت بيحاول يحارب كل اللي حواليه، كل اللخبطه اللي حواليه، فالموضوع اعتقد هيبقى انترستنج جدا بالنسبه له يعني. قول لي طيب، ما فيش بطله في القصه؟ في بطلتين. طب ما تقول، طيب مش عايز تقول لي ليه؟ مش عارف يعني، مش عارف مين ممكن قوي، بس في ناس مش بنتكلم دلوقتي، احنا مش بنطلب من حد حاجه، احنا بقول لك انت تتخيل انت نفسك تشوف مين، انت شايف اكيد انت ليك، انت اللي كاتب الروايه اكيد انت ليك نظره بالزبط. فانه انا شايف ان ده لايق او دي لايقه على الشخصيه دي، فانا بقولك يعني ممكن انت شايف ايه؟ ديانا الشربيني، ممكن ياسمين رئيس، ممكن امين خليل، ممكن انجي يحيى. انجي يحيى اذا كان كده ماشي يا جماعه، هو يا جماعه بيتكلم والله مش عشان انا مستضيفه خالص. ما قالتليش حاجه بقى، ما غششتوش والله. بس كبطوله يعني كراجل اعتقد محمد فراج هو اكتر حد هيبقى مناسب للروايه جدا. طب سريعا بقى، اوكي الاكسكلوسيف بقى ليا، الخبر بقى الحصري بتاعي، تقولي بقى على شويه كده تفاصيل عن الروايه الجديده اللي انت هتنزلها. هتنزل امتى الروايه الاول؟ هتنزل ان شاء الله الشهر الجاي في يناير. اسمها ايه؟ اسمها في حضره الموت. في حضره الموت، ما كانش عايز يقول لي اسمها قبل الحلقه وقاله لي اخيرا، كنت متوقع ان هو هيكسفني والله. لا ما اقدرش يعني، مش طبعا. حضره الموت. هتنزل شهر في يناير ان شاء الله. هي روايه فكرتها غريبه شويه، هم مجموعه صحاب لقوا لعلبه او لعبه، علبه فيها لعبه، واللعبه دي بتغير لهم كل حياتهم على مدار 30 سنه. ايه بقى اللعبه وايه اللي هيحصل؟ فهنعرف بقى. شويه شبه جومانجي ولا لا كفكره؟ مش ككونسبت، فكره اللعبه زي جومانجي زي ويجا، بس مش شبههم، بس هو كونسبت اللعبه. رعب؟ لا مش رعب. حسستني انها رعب بس فيها سسبنس. حلو جدا. هتبقى قاعده كده اللي هو ايه ده، ايه اللي بيحصل ده؟ يعني انا مستنيه اشوف الروايه ديت، مستنيها جدا، واكيد هتبقى روايه بكسر الدنيا يا رب. طيب قولي، ممكن تكتب حاجه عن مثلا لعيب كوره او حاجه زي كده، مش شخص موجود حاليا، يعني تكتب روايه يكون ابطالها رياضيين؟ اعتقد دي حاجه ما حصلتش قبل، يعني ما اعتقدش ان حد عملها قبل كده، فيعني لو فكرت فيها اعتقد هبقى اول حد عملها يعني. هتبقى فكره حلوه اكيد، هتبقى محتاجه دراسه كتير جدا، واكيد هتبقى محتاج تستعين بناس عايزة كتير مذاكرة جدا كتير لو جداً عايز اي حاجه. انا موجوده. الروايه مش هتتباع كده. لا ان شاء الله، يعني لو فكرت حاجه زي كده هتلاقيني جاي لك على طول. شكرا يا حجاج بجد، نورتني بجد. يعني انت من الامثله الجميله المشرفه للشباب اللي قدروا ان هم ينجحوا بحياتهم ويحققوا اللي بيحلموا بيه. عندك روايات كتير جدا ناجحه، روايات محققه بس سيلرز، وان شاء الله يعني اللي جاي كمان هيكون احسن بكتير، وان شاء الله اللي جاي بقى هيكسر دنيا، وان شاء الله خير في الروايه الجديده. بشكرك يا عبد الرحمن. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا انبسطتوا منها. اشوفكم بكره في حلقه جديده، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.